اليوم آخر يوم بالسنة، والكنيسة بتحط لنا القديس يوحنا الإنجيلي البشير في هذا اليوم، بتحطه بقداس الصبح ليقول لنا ويذكرنا شو هو المسيح. خلينا نقرأ من الإنجيل ونشوف القديس يوحنا الإنجيلي شو قالنا عن يسوع المسيح. في البدء كان الكلمة، والكلمة كان عند الله، وكان الكلمة الله. هذا كان في البدء عند الله. كل شيء به كان، وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة، والحياة كانت نور الناس، والنور يضيء في الظلمة، والظلمة لم تدركه. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. والكلمة صار جسدا وحل بيننا، ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب، مملوءا نعمة وحقا. الله لم يره قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. يوحنا بيقولنا إنه المسيح هو الكلمة، هو كان منذ البدء، المسيح هو الحياة، المسيح هو النور. بما إنه كل هذا، المسيح هو الوحيد اللي كان في حضن الآب وخبر عن الآب. نهاية السنة حلو إنه إحنا نتذكر ونعرف كل الكلام هذا، يمكن حافظينه بس بيروح عن بالنا. حلو إنه نعيشه آخر يوم بالسنة عشان نحمله معنا لعام جديد. ما نخاف نفوت بكل نور لأنه يسوع هو النور، نفوت بالحياة لأنه يسوع هو الحياة، نفوت وإحنا مش خايفين من أي شيء لأنه هو الكلمة، والكلمة هو اللي خلق كل شيء، وهو اللي أعطى الحياة لكل شيء. الإنجيل هذا بيقولنا ابدوا السنة الجديدة بكل قوة، لأنه معكم كلمة الله، معكم ابن الله اللي شاف الله وخبر عنه، معكم الحياة، معكم النور. امضوا فوتوا سنة جديدة بكل قوة، لأنه الله معنا، عمانوئيل بيننا، الكلمة صارت جسد علشان تكون معنا وبحياتنا. القديس يوحنا الإنجيلي رح يكون معنا بالمغارة كمان، لأنه هو الروح الروحانية اللي فهمتنا كتير أشياء احنا مسمين نسر، اللي حلق في إنجيل المسيح. هو اللي قالنا خبرنا عن النور والحياة والكلمة. رح يكون معنا على كمان على باب المغارة هون، علشان هالسنة يضل يقولنا الميلاد هو كلمة الله وعمانوئيل اللي هو الله معنا.